The Alexandria Egyptian Arabic dialect. اللهجة الإسكندرانية الإسكندراني. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. السلام عليكم وعليكم السلام. صباح الخير. صباح النور. مساء الخير. مساء النور. تصبح على خير. تصبحي على خير. تصبحوا على خير. وانت من أهله؟ عامل ايه؟ عاملة ايه؟ عاملين ايه؟ الحمد لله كله تمام. تسلم. شكرا. من العفو. ايه الدنيا؟ ايه الأخبار؟ مفيش جديد. معلش. سلام. باي. Vocabulary. مستيكة. مشروع. طماطم. رشاء. صدق. كرنبيت. ياما. شاي. إما. عركة. أحي. أيو. النزهة. تكس. جيني. فلافل. طوالي. جبنة تركي. كيسة. قرش ساغ. شط. الشتا. مكنسة. الولا. سفندي. خرقة. العفريتة. جيلاتي. مكروش. Sample text. لو بنتكلموا عن معلم اسكندرية ما ينفعش ما نذكرش منارة اسكندرية. للأسف هي مبقتش لسه موجودة، بس عرفت ان سنة 1994 شوية علماء من فرنسا اكتشفوا اطلال ياما في البحر قريب من سواحل اسكندرية، وقالوا ان هي تابعة للمنارة اللي كانت زمان واحدة من عجائب الدنيا السبعة القديمة بطولها اللي بيوصل ل 120 متر. كانت وظيفتها طبعا ارشاد المراكب والسفن، وعشان هي اتبنت سنة 270 قبل الميلاد كانت بتعتمد في توليع النور بانعكاس اشعة الشمس على مرايتها، اما بالليل فكانت بتعتمد في توليع نورها على شعلة بتولع في الإمة، وكان نورها بيوصل لحوالي 35 ميل بعرض البحر تقريبا وبين حوالي 22 صمود قصاد أقوى الزلازل، إلا أن هي مقدرتش تصمد أكتر من كده وانهارت في الزلزال الأخير اللي ضربها سنة 1375 ميلاديا. بس المفروض ما نزعلوش ونتفائلوا، عشان البقايا بتاعة الحجر بتاعها هو اللي استخدموه في بناء قلعة قايبائي اللي موجودة لحد النهاردة في نفس مكان المنارة القديمة.